كريم، نرجع بقى لطبعا مبارياتنا، مباريات افريقيا ومباريات الذهاب، اللي يمكن المنتخب المصري الوحيد اللي فاز على ارضه. يمكن نراجع انا وانت مع الساده المشاهدين النتائج، نتائج يمكن الجوله الذهاب في تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم. الكونغو على ارضه التعادل امام المنتخب المغربي 1-1، مالي بتخسر بنتيجه 1-0 امام المنتخب التونسي، الكاميرون والخساره 1-0 امام المنتخب الجزائري، غانا التعادل السلبي امام منتخب نيجيريا، منتخب مصر والفوز 1-0 على السنغال. النتائج دي تديك اوريدي مؤشرات لمين للحظوظ الكبرى للوصول لكاس العالم، ولا لسه بعض النتائج ممكن تقول انها نتائج خادعه يعني؟ بص كابتن، طبعا ممكن يبقى في افضليه اكيد للمنتخبات اللي حققوا نتائج ايجابيه، اكيد هو بيبقى خطوه اقرب من المنافس بتاعه في مباراه الاياب، ولكن اكيد بدون شك مش نتائج نهائيه او حاسمه او فاصله نقدر نقول نبني عليها. احنا نقول حتى ان المنتخب ده خلاص ضمن الوصول للمونديال، لان احنا زي ما نبص على النتائج كلها تفضلت وقريتها من شويه، مفيش فجوه، مفيش جاب اتعمل ما بين حتى المنتخب الجزائري والفوز على الكاميرون 1-0، حتى تونس برضه، يعني تونس برضه شفت برضه الهدف يعني الكوميدي جدا اللي احرزه المنتخب المالي في مرماه، لكن كل برضه دي مش مؤشرات ليه، ان احنا بنتكلم في هدف في الاخر يعني. المنتخب طبعا نتمنى طبعا كل التوفيق لمنتخباتنا العربيه في مباريات الاياب، لكن اكيد احنا برضه بنتكلم على فروقات بسيطه، المنتخب الكاميروني او المنتخب المالي في مباراه العوده او مباراه منتخب كونغو الديمقراطيه في دقيقة، في ثانية واحدة يحرز هدف يلخبط الأوراق كلها ويبدأ المنتخبات تحسب حساباتها من أول وجديد. صح برضو متفضلت وقلت إحنا المنتخب الوحيد اللي قدر يحسم الفوز أو الانتصار على ملعبه، وأنا بشوف ده انتصار مهم جدا جدا جدا، وطبعا اتكلمنا على مباراة الذهاب كتير، لكن لازم الناس تشوف إن إحنا بنواجه يعني أقوى منتخب في أفريقيا.